خالد، انا اشوف، انا طالع انا ويا الحكم، لانه يمكن يعني باليقطو مع ايمن عبد النور في احتكاك صار، واحد مثل، انا اشوف باليقطو مثل وايد فيها خالد، فردت الفعل يعني اعتقد ان الحكم يعني شاف التمثيل اللي حصل على باليقطو فراح يكلمه، وبعدين صار كلام بينهم، فبالتالي قال له يا تحترمني ولا اذا ما احترمتني راح تطلع برا. فبالتالي انا اعتقد ان هذه شخصيه الحكم خالد، يعني اكو مرات الحكم يتعاطف ويا النجوم، واكو حكم يفرض شخصيته داخل الملعب، يعني هذه الحركه يعني في اي دقيقه، يعني هذا هم بعد فيها 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 نوع من الحرص داخل على اللاعبين، يعني ويبي يفرض الشخصيه. فانا اعتقد هذه خالد نوعية الشخصية الآن، وأنا أقولها بكل أمانة، يعني شخصية الحكم القطري الآن مو حكم واحد، أنا أتكلم عن المنظومة اللي موجودة في الدوري القطري، وخاصة في لجنة الحكام. أنا أعتقد أنها يعني من أفضل اللجان اللي موجودة، ومن أفضل الإرشادات بالنسبة للحكام اللي قاعدين ياخذونها. يعني انا اعتقد ان هذه شخصيه انبنت من بدايه، تقريبا تكلم عن 10 سنوات الان انبنت شخصيه الحكم القطري في الميادين الرياضيه، وهذه صراحه امانه بدون مجامله، هذه شيء ايجابي وشيء وايد انا مفرحني فيها يعني.